كيف ما كتعرفوا رمضان عندنا في العادات التقاليد المغربيه ديالنا كنبغيو الطبيله تكون متوله ومقاده مزيونه، دونك كيكون عندنا سيرفيس ديال هذا ديال الزليفات مع السوبيغ افيك الحريره ولا الصوبه، وكان نديروا الشهيوات ديال رمضان تسكي شباكيه محنشه سلو شباكيه، كاينين ديال اللوز وكاين ديال الجرجان على حسب لي غو ديال الناس، وكاين المقروط اللي هو من الناحيه الشرقيه ديالنا الناس بزاف تيبغيو، واخا ماشي شرقيين تيبغيو المقروط ديالنا، دونك سلو كيبغيوه الناس بزاف في الفطور، دونك كاين اللي كيبدا به الفطور ديالو وكاين اللي كيخليه هو الاخر من مورا الفطور كيشربوا مع اتاي، وكاينين البريوات دونك اللي هما حتى هما معروفين في كاع النواحي ديالنا ديال المغرب، دونك هذا المقروط دونك اللي معروف كما قلت في الناحيه الشرقيه ولكن الناس تيبغيوه، والشباكيه التي لا يعلى عليها في المائده الرمضانيه دونك واللي هي من المكونات الاساسيه ديال الطبيله، دونك وكل واحد وعاوتاني بالعادات والتقاليد ديالو، كاين اللي كيبدا بالعصير، كاين اللي كيبدا بالقهوه والحليب، وبيان سور السمنات والحريشات ديالنا والبلاوي، دونك كل واحد العادات والتقاليد ديالو. دونك كنبداو بالحريره، الا كنا كنبداو بالحريره كنستعملوا الزلايف وابغي تنزولوهم من الطبله باش كنقدروا ناخذوا اللي بغينا، دونك كيكون العصير وتيكون القهوه والحليب وتيكون التمر والحليب ولي جو، داكشي على حسب كل عائله والتقاليد ديالها والمستطاع ديالها. وبيان سور راه الطاز المغربي ديالنا راه تخي غيش من كاع النواحي، دونك باش كتكون الطبله ديال رمضان تولا ولا بدا نستعملوا داكشي الاصيل ديالنا لانه هو اللي كيعطينا كما كنقولوا العين اللي تتاكل قبل ما تعمر الكرش، دونك فوالا داكشي علاش ديما خص المائده الرمضانيه تكون تولا.